بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إلا رحمة من ربك، إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. هذه الآيات الكريمات من سورة الإسراء جاءت بعد قوله جل وعلا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولو شئنا لآتينا كل نفس ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. الآيات. يقول تعالى ذاكرا فضله ومنته ورحمته لعباده ولرسوله النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه: ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. لو أردنا وشئنا أن نذهب بالذي أوحينا إليك من القرآن فنحرمك منه، ولكن الله جل وعلا تفضل على عباده بأنه لم يشأ ذلك، وأعطاهم من فضله جل وعلا الشيء الكثير. اذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. لا تجد أحدا يتوكل عنك ويطالب لك بما تستحق. لا تجد ذلك إلا أنه تفضل عليك بهذه النعمة تفضلا عظيما منه سبحانه وتعالى. ولو بحثت عن وكيل أو عمن يطالب لك بما تستحق فلن تجد ذلك، وإنما رحمة ربك جل وعلا هي التي أتولتك وأعطتك ما تستحق وفوق ما تستحق. إلا رحمة من ربك، إن فضله كان عليك كبيرا. فضل الله جل وعلا عظيم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعليه هو أولا ثم على أمته عليه الصلاة والسلام. قل لئن اجتمعت الإنس والجن، لما اجتمع جمع من اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا محمد
إن هذا القرآن يختلف عن التوراة والإنجيل، فهو في التوراة أضبط وأبين وأقوى، وفيما هو عندك مختلف غير متفق، ولو شئنا لآتينا بمثله، لو شئنا لآتينا بمثل القرآن، لأن القرآن دون التوراة في الأسلوب والمعنى، ولو شئنا لآتينا بمثله، لكنه جل وعلا عجزهم فقال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن لا يأتون بمثله، لا يمكن أن يأتي المخلوق بشيء من ضمن القرآن، لأن القرآن كلام الله جل وعلا، ولا يستطيع بشر أن يأتي بمثله. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا معاونا، الإنس والجن تعاونوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يستطيعون أن يأتوا بشيء بمثله. وقد قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إنكم لتعلمون أنه كلام الله، وأن الإنس والجن لا يستطيعون أن يأتوا بمثله. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. لقد بينا ووضحنا للناس في هذا القرآن من كل ما يحتاج إليه البشر لهدايتهم لاهتدوا به لمن أراد الهداية، لكن الكثير منهم لم يرد ذلك، وإنما يعاند ليصرف الناس عن طاعة الله جل وعلا وعن معرفة ما في القرآن من الإعجاز. والقرآن معجز في لفظه، معجز في معناه، معجز في أسلوبه، معجز في جميع أحواله، ما يستطيع مخلوق أن يأتي بمثله. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، أبى وامتنع الكثير من الناس إلا أن يكفروا بهذا القرآن، مع أنه واضح جلي أنه ليس من كلام المخلوقين، بل هو كلام الله جل وعلا وحده لا شريك له. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات الكريمات، يذكر تعالى نعمته وفضله العظيم على عبده ورسوله الكريم فيما أوحاه إليه من القرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ثم نبه تعالى على شرف هذا القرآن العظيم، فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهم واتفقوا على أن يأتوا بمثله ما أنزله الله على رسوله لما أطاقوا ذلك ولما استطاعوه، ولو تعاونوا وتساعدوا وتضافروا فإن هذا أمر لا يستطاع. وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق الذي لا نظير له ولا مثال ولا عديل؟ وقوله ولقد صرفنا للناس الآية، أي بينا لهم الحجج والبراهين القاطعة، ووضحنا لهم الحق وشرحناه وبسطناه، ومع هذا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، أي جحودا للحق وردا للصواب. فالقرآن واضح أنه كلام الله جل وعلا، لأن كلام الله يختلف عن كلام المخلوقين، فكلام المخلوقين ممكن أن يؤتى بمثله، أما كلام الله فلا يستطيع مخلوق
أن يأتي بمثله لأنه لا يستطيع ذلك، وقد أذعن لهذا كفار قريش لأنهم فصحاء وبلغاء ويعرفون معنى الكلام، فهم لو استطاعوا أن يأتوا بشيء مثله لقالوا نمكن أن يأتي بذلك، لكنهم لا يستطيعون شيئا من هذا. هذا الكتاب المسمى الدر المنثور في التفسير بالمأثور، تفسير بكلام السلف، التفسير من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف رضي الله عنهم للإمام السيوطي المتوفى سنة 911 من الهجرة رحمة الله عليه. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن هذا القرآن سيرفع، وهو كمعنى كلام السلف، منه بدأ وإليه يعود. قيل: كيف يرفع وقد أثبته الله في قلوبنا وأثبتناه بالمصاحف؟ قال: يسرى عليه في ليلة واحدة، فلا يترك منه آية في قلب ولا مصحف إلا رفعت، فتصبحون وليس فيكم منه شيء، ثم قرأ: ولو شئنا لرفعنا ذهبنا بالذي أوحينا إليك. وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن ابن مسعود قال: ليسيرن على هذا القرآن في ليلة، فلا تترك منه آية من مصحف أحد إلا رفعت. وعن ابن مسعود قال: يسرى على القرآن ليلة، فيذهب من أجواف الرجال، فلا يبقى في الأرض منه شيء. وعن ابن مسعود قال: اقرأوا القرآن قبل أن يرفع، فإنه لا تقوم الساعة حتى يرفع. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا يمكن أن تقوم الساعة حتى يرفع المصحف عن القرآن الناس. قالوا: هذه المصاحف ترفع، فكيف بما في صدور الناس؟ قال: يعدى عليه ليلا فيرتفع من صدورهم، فيصبحون فيقولون: لكننا كنا نعلم شيئا لم يلعم لم ثم يقع ثم يقعون في الشعر، يعني يرفع منهم القرآن والعياذ بالله في آخر الزمان، فلا يبقى منه شيء، ويتلاوم بعضهم على بعض، فيبدأون بالشعر يأخذونه ويأخذون به، فهم يعرفون ويعلمون، لكنه رفع من صدورهم فنسوه والعياذ بالله. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صدقة ولا نسك، ويسرى على كتاب الله في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية واحدة، ويبقى الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها. يعني في آخر الزمان تبقى كلمة التوحيد لمن وفقه الله جل وعلا، ولا يبقى عندهم من المصحف شيء، لأن الناس أهملوه وضيعوه.
وخرج عن حذيفة يوشك أن يدرس من الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني يذهب الإسلام كما يذهب الخط والزبرقة واللون في الثوب يذهب. ويقرأ الناس القرآن لا يجدون له حلاوة، فيبيتون ليلة ويصبحون وقد أسري بالقرآن وما كان قبله من كتاب، حتى يفرع السفر من قلب الشيخ كبير وعجوز كبيرة، فلا يعترفون وقت صلاة ولا صيام ولا نسك، حتى يقول القائل منهم إنا سمعنا الناس يقولون لا إله إلا الله، فنحن نقول لا إله إلا الله. أخرج ابن عدي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يرسل إلى القرآن ويرفع من الأرض. وأخرج محمد بن نصر في كتاب الصلاة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث نزل، له دوي حول العرش كدوي النحل، يقول أتلى ولا يعمل بي أتلى ولا يعمل بي. أروي عن عبد الله بن العاص رضي الله عنهما قال القرآن يرجع القرآن حيث نزل، له دوي يعني صوت حول العرش كدوي النحل، يقول أتلى ولا يعمل بي أتلى ولا يعمل بي. فعند ذلك يرفع القرآن من المصاحف ومن الصدور، فلا يوجد منه شيء إذا شكا أمره إلى ربه جل وعلا. وأخرج ابن جرير عن ابن جريج في قوله قل لئن اجتمعت الإنس والجن الآية قال يقول لا يزول لو برزت الجن وأعانهم الإنس فتظاهروا لم يأتوا مثل هذا القرآن، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر الأرض. عن عباس أن رجل من بني عبد الدار وأبا البحتري أخا بني أسيد والأسود بن المطلب وزمعة بن الأسود والوليد بن المغيرة وأبا جهل وابن هشام وعبد الله بن أبي أمية وأمية بن خلف والعاص بن وائل ونبيها ومنبها بن الحجاج السهميين اجتمعوا بعدما غروب الشمس عند ظهر الكعبة، فقال بعضهم لبعض ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموا حتى وفيه، فبعثوا إليه إن أشرف قومك قد اجتمعوا، هؤلاء أشرف قريش قد اجتمعوا إليك ليكلموك. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا وهو يظن أنه قد بدا لهم في أمره ما بدا، وكان عليهم حريصا يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم، حتى جلس إليهم وقالوا يا محمد إنا قد بعثنا إليك لنعذر بك وإنا والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك، لقد شتمت الآباء وعبت الدين وسفهت الأحلام وشتمت الآلهة وفرقت الجماعة، فما بقي من قبيح إلا وقد جئت به. نعطي هذا يقرأه عليكم الأخ صالح، خلي صالح يقرأ هذا الحديث. خلي ابن إسحاق. قوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك، أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عتبة وشيبة ابني ربيعة
وأبا سفيان بن حرب ورجلا من بني عبد الدار وأبا البحتري. سادات قريش في الإسلام في أول الإسلام وهم كفار، كلهم في ذلك الوقت كفار، ومنهم من من الله عليه بالإسلام بعد هذا. ورجلا من بني عبد الدار وأبا البحتري أخا بني أسد والأسود بن المطلب وزمعة بن الأسود والوليد بن المغيرة وأبا جهل بن هشام وعبد الله بن أمية وأمية بن خلف والعاص بن وائل ونبيها ومنبها ابني الحجاج السهميين، اجتمعا بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة، فقال بعضهم لبعض ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه، فبعثوا إليه إن أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليكلموك، فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا وهو يظن سريع رضي الله عنه أطمع أمل أن الله هداهم للإسلام وأنهم تبصروا في الدين. فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا وهو يظن أنهم قد بدا لهم في أمره بدا، وكان عليهم حريصا يحب رشدهم ويعز عليهم عنتهم، حتى جلس إليهم فقالوا يا محمد إنا قد بعثنا إليك لنعذرك، وإنا والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك، لقد شتمت الآباء. ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه شيئا من القبح والشين مثل ما أدخلت على قومك، وهو عليه الصلاة والسلام يريد نجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، لكن قلبوا الحق وجعلوه باطلا. نعم. وإنا والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك، لقد شتمت الآباء وعبت الدين وسفهت الأحلام وشتمت الآلهة وفرقت الجماعة، فما بقي من قبيح إلا وقد جئته فيما بيننا وبينك، فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا سودناك علينا، وإن كنت إنما تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك بما يأتيك رأينا تراه قد غلب عليك. وكانوا يسمون التابع من الجن الرئية، فربما كان ذلك بذلنا أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه أو نعذرك فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي ما تقولون، ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. فقالوا يا محمد فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك، فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق بلادا ولا أقل مالا ولا أشد عيشا منا، فاسأل ربك الذي بعثك بما بعثك به فليسر عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا، وليبسط لنا بلادنا وليجري فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق. يريدون الدنيا. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه ما بعث لمصلحة الدنيا، وإنما بعث لمصلحتهم في الدار الآخرة، والدنيا لها تبع. نعم. وليبعث لنا من قد مضى من آبائنا، وليكن في من يبعث لنا منهم قصي بن كلاب، فإنه كان شيخا صدوقا، فنسألهم عما تقول أحق هو أم باطل، فإن صنعت ما سألناك وصدقوك صدقناك وعرفنا به منزلتك عند الله وأنه بعثك رسولا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهذا بعثت، إنما جئتكم من عند الله بما بعثني به، فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم،
فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. اللهم صل على محمد. قالوا: فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك، فاسأل ربك أن يبعثك ملكا يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك، وتسأله أن يجعلك لك جنانا وكنوزا وقصورا من ذهب وفضة، ويغنيك بها عما نراك تبتغي، فإنك تقوم بالأسواق وتلبس المعاش كما نلتمسه حتى نعرف منزلتك من ربك إن كنت رسولا كما تزعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بفاعل، ما أنا بالذي يسأل ربه هذا، وما بعثت إليكم بهذا، ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا، فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. قالوا: فأسقط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل، فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك إلى الله، إن شاء فعل بكم ذلك. فقالوا: يا محمد، فما علم ربك أنا سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه ونطلب منك ما نطلب، فيتقدم إليك ويعلمك ما تراجعنا به ويخبرك بما هو صانع في ذلك بنا، إن لم نقبل منك ما جئتنا به فقد بلغنا أن أنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن، وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبدا، فقد أعذرنا إليك يا محمد، أما والله لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك أو تهلكنا. وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلا. فلما قالوا ذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، وقام معه عبد الله بن أبي أمية، فقال: يا محمد، عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم، ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا منها منزلتك من الله فلم تفعل ذلك، ثم سألوك أن تعجل ما تخوفهم به من العذاب، فوالله لا أؤمن لك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى فيه وأنا أنظر، ثم تأتيها وتأتي معك بنسخة منشورة معك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول، وأيم الله، لو فعلت ذلك لظننت أني لا أصدقك. ثم انصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله حزينا آسفا لما فاته مما كان طمع فيه من قومه حين دعوه، ولما رأى من مباعدتهم إياه، وأنزل عليه فيما قال له عبد الله بن أمية وقالوا لن نؤمن لك، إلى قوله بشرا رسولا، وأنزل عليه في قوله لن نؤمن بالرحمن، كذلك أرسلنا في أمة قد خلت، وأنزل عليه في من سأله فيما سأله عنه قومه لأنفسهم من تسيير الجبال وتقطيع الأرض وبعث من مضى من آبائهم من الموتى، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال. وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله وقالوا لن نؤمن لك، قال: نزلت في أخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية. وأخرج ابن جرير عن إبراهيم النخعي أنه قرأ: حتى تفجر لنا خفيفة. وأخرج ابن جرير حال هذه الأسئلة يسألونها على سبيل التعنت والتشدد والتعجيز، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين الأمر واضحا جليا، لو أخذوا به لسعدوا في الدنيا والآخرة، لكنهم رفضوه فشقوا شقاوة لا بعدها شقاوة، إلا من هداه الله للإسلام فأسلم منهم
لأنه أسلم بعض هؤلاء الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا كأبي سفيان بن حرب رضي الله عنه. هذا وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. هذا التفسير تفسير موضوع في الدر، اسمه الدر المنثور، في التفسير بالمأثور، يعني يفسر القرآن بكلام الله وكلام رسوله وكلام السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم، كعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول السائل: ابن توفي ولم يتزوج وليس له أبناء وله أم وأختين، كيف توزع التركة؟ وليس له أبناء وله أم وأختين، هل أبوه موجود؟ الأب ليس موجود، توزع التركة، تعطى الأم السدس والأخوات لهن الثلثان والباقي لأولى رجل ذكر. يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يداوم على القنوت في الوتر؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بخلاف ذلك، ثبت عنه عدم المواظبة على القنوت، كان يقنت أحيانا ويترك أحيانا عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: قوله في الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، ما معنى الحديث وما معنى طوبى؟ بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، يذكر صلى الله عليه وسلم أنه بدأ الإسلام على غربة، وكثير من الناس يجهل تعاليم الإسلام ويتركها، وأنه سيعود الأمر كما بدأ، فسيكون الناس في جهل وضلال إلا من شاء الله. فطوبى جنة، الجنة أو شجرة في الجنة، يسير الراكب فيها كذا وكذا سنة، لا يقطعها طوبى للغرباء الذين يحلون الحلال ويحرمون الحرام. هذا السؤال ما يصح أن نجيب عليه، لأن سائله جاهل، فلا بد أن يعرف العلم ويعرف كيف يقسم التركة. هالك عن ثلاث بنات أحيا واثنين بنات أموات وزوجة ابن، زوجة ابن يبي يحترث، وزوجته هي أخوان رجال ميتين، كيف توزع التركة؟ هذا وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب.